يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر حاكيا مشهدا من مشاهد الآخرة، وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم القرآن ما يحتاجه العباد في معاشهم وفي معادهم، وجلى لهم ما يكون في أخراهم، حتى إن ذلك من شدة وضوحه لك المشاهد وكالحاضر، حتى يتقي المؤمن سبيل الضلال ويتبع سبيل الحق، وحتى لا يتحسر يوم القيامة يوم لا تنفع الحسرة ولا ينفع الندم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. قال المفسرون: يذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل للكافر من مقته وسخطه على نفسه يوم القيامة في نار جهنم. ربنا قال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، لما يدخلوا جهنم والعياذ بالله ويعلم أنه لن يخرج منها أبدا لأنه وقع في جريمة لا كفارة لها، إذا لم يتب منها الإنسان في الدنيا ولقي الله سبحانه وتعالى بها فإنه لا كفارة له ولا نجاة له، وإن مصيره الدائم ومقامه الأبدي نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. عشان كده أخواننا الموضوع ليس اللعب وليس بلعب. ربنا قال: إن الذين كفروا ينادون، يعني يوم القيامة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. قالوا معناه غضب ربنا سبحانه وتعالى وسخط ربنا سبحانه وتعالى لما الرسل وأتباع من الدعاة الصالحين يدعونكم إلى الهداية وإلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وأنتم ترفضون ذلك وتردون هذه الدعوة الصحيحة، مقت الله لكم وأنتم تردون التوحيد في هذه الأحال أشد من مقتكم لأنفسكم وأنتم في نار جهنم خالدين فيها. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لما الرسل كلهم وأتبع الرسل يقول لكم: يا ناس ما داري منكم حاجة، وحدوا ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ما داري من الناس قرش، ولا داري من الناس ثناء ولا شكور، ولا داري من الناس قروش وأموال وبياض، ما داري من الناس حاجة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهم يفعلون ما يأمرون الناس به. الرسل لما يقولوا للناس سووا حاجة بيكونوا هم أول الناس في ذلك الأمر. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة، أسوي لي آلهة أي معبودات أدعوها مع ربنا سبحانه وتعالى واستغيث بها مع ربنا عز وجل وأرجو منها النفع والمدد والرزق إلى آخر،
إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. والله يا شيوخ الطرق لو دارين تحلوا الموضوع ده الشغلانية دي جاءتكم في ملعبكم كما يقال. الآن الصفوف بتاعت الجاز والناس دي راجع المواصلات، أين شيوخ الطرق الصوفية القالوا في كتبهم العند رقم إيداع ومسجلة عند الدور بتاعت الكتب؟ قالوا نحن عندنا أربع أولياء كمل، ثمانية أولياء كمل، أربعة باليمن وأربعة بالسودان، وده حالته لسه ما جبنا الأسماء. فهمت؟ نحن لسه ما نزعنا التيلة، قاعدين ندق البلقيصة بس. المهم فقال فكف عن ذكر الذين باليمن، قال وأما الذين بالسودان فمنهم بتاع مرح. قال ربنا ملك الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة. يا ناس وين الجاز؟ أنا وهابي وكعب وككاء وما من البلد دي ومديني ريالات كله علي، وين الجاز؟ وينه؟ مش انتوا قلتوا أولياء؟ انتوا بتشتغلوا بتين الفكه يا دل، بيشتغلوا بتين بطارياتهم نازلة دارين شحن، بيشتغلوا بتين. فهمت؟ الناس دي عرفت انه كيسكم فاضي وما عندكم كيس ذاته، ما عندك حاجة. عشان كده قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. عشان كده الليلة أهل الضلال قاموا جابوا لهم قصائد المتصوفة، عندهم غنية جديدة بسموهم مدحة اسمها يا الوهابي ما لكم مالنا، ما انت جايب لي الشرك ما لكم مالنا، كيف نحن قاعدين معاك في واطة واحدة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. أنحن وإنت كلنا زرق بلينا سفينة واحدة. قال فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أدناها، ناس ركبوا فوق والصوف ركب في السفينة تحت، وكان الذين في أدناها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا، ركز معي في الكلام ده، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من هو فوقنا. الجماعة تحت في السفينة قالوا نحن دارين نجد سفينتنا دي عشان نجيب موية، عشان الناس الفوق ديل بيكونوا نايمين وعندهم حاجات وكده ما نزعجهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلو أنهم تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا، لأنه لو خلوهم بيقدوا السفينة والموية شنو؟ بتغرق السفينة. قال ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. عشان كده ما بنخليك، لابد نبين لك الحق، لابد نبين لك الهدى. وربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هسه الجاز ده البلوى بتاعته جات على شيوخ الزرايب، ما جات على براهم. لو كان براهم كده وبيقوا ماشيين كدرلي وكرعينهم بيقن ورمانات من المشي معلش، لكن يا اخواننا ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين كنا ما في شيء فأحييتنا وجبتنا للدنيا، هذه الحياة الأولى والموت الأولى، ثم أمتنا هذه الموت الثانية، ثم أحييتنا هذه الحياة الثانية. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يا الله اعترفنا بمصائبنا وبمشاكلنا وبحاجاتنا كلها، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، في طريق نمرق من جهنم؟ لأن أخواننا مصائب الدنيا تهون، يعني بسبب الشرك المعيشة بقت غالية، الجاز بقى ما في الآخر الآخر، دي في النهاية بتتجاسف بجايب الجاسفة بتاكل نيم تاكل أي حاجة شغلة بتمش. لكن المشكلة في عذاب الآخرة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في طريقة نمرق من جهنم؟ ما في طريقة. وهذا السؤال ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من مرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار، سورة الأنعام، فقالوا يا ليتنا، يا ريت نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وربنا سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب شنو؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ربنا قال شنو؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وآيات كثيرة جدا. فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى إنهم يرجعوا، دارين يرجعوا عشان يسووا شنو؟ عشان يؤمنوا بالله. ربنا قال: فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه السبب بتاع قعودكم في جهنم وما تمرق منا بسبب شنو؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. لما يقول لكم نادوا الله براه، شوف الآية دي واضحة ولا ما واضحة إخواننا؟ القرآن ده عليك الآية دي دار شرح. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. شوف الكلام ده كيف، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عفوا، في سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لما يقول له نادي الله براه والكلام ده سمح وبيتكيف منه الإنسان المؤمن وقلبه بيزيد من الإيمان، لأنه قالوا لو أمسك في العلي القدير ربنا مالك الكون. لكن ده كما جابوا سيرة الجماعة ديل، يقول لك يا سلام يا أخ، ديل الفراس، زي ما قال بتاع الزريبة: للكون حراس، اللي بيرفع راسه له يواسه. كده أدوا لنا بشار الأسد ده قطعية بس ما تواسوا له راسه، أدوا قطعية هو الساكت ولعب، فهمت؟ ويقول: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. وكذاب ساي، ما في رجال غير. لأنه عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق فقال لها: يا أمه، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. يعني كذب على ربنا سبحانه وتعالى كذب عظيم. من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ومن حدثك أنه رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة فقد كذب. دي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الليلة في كم واحد قاعد للناس بسبلهم وطرقهم يقول لهم: احنا بنعلم الغيب، قاعد في الكتب حقتهم بيعلم الغيب، فهمت؟ أولياء. قال: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم. أيلحقني ضيم؟ قال: ما ممكن تجيني مصيبة وأنتم حمايتي. وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. دخل لي ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ كذب. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده
لما يقول لك نادي ربنا سبحانه وتعالى براو. عشان كده ربنا قال في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. عشان كده نحن دعوتنا هي دعوة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء ديل كلهم جو عشان ينقلوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. لا يعبد مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا جن ولا شيطان، لا أحد يستحق العبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يا أخ بيقى الشرك جايبينه للناس في الغنى الحرام. زمان الغنى كله عيناتك ويضيناتك وكريعاتك وكلام فاحش وبذيء وحرام. الليلة جابوا فيها الشرك، نادوا لي الشيخ هيكتب لي ياسين، ونادوا لي الفقراء، ونادوا لي ونادوا لي. وبيقول الحفلات اختموها لك بمكاشف الغوم، مش مكاشف الغوم يطوف بمقلة. وانت ربنا قال وليطوفوا بمقلة، ومقلة دي وين دي؟ ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك تطوف ببيته. المشركين زمان يطوفوا بالبيت، انت تطوف بمقلة، مقلة فيها شنو؟ وتطوف بالقلة ليه ذاتها؟ خليك من أمة، فهمت؟ وشرك بالله وكلام فارغ وكلام ما عنده أصل لا من كتاب ولا من سنة. ولذلك أخواننا الدعوة بتاعت الطرق دي دعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ودعوة إلى الشرك والذلة لغير الله تبارك وتعالى. ناس يدعوك تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى صباحا ومساء، تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى في الصغير والكبير، تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك يا أخواننا ما بيجوز إنك تجعل لك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أحد واسطة في العبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ما بيجوز لك تجعل بينك وبين ربنا وصايد، داير أي حاجة من الحوائج التي تطلب من الله سبحانه وتعالى أرفع يدينك لربنا سبحانه وتعالى وأثني على الله بما هو أهله، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وافتقر إلى ربك تبارك وتعالى يعطيك الله عز وجل ويرفعك ربنا سبحانه وتعالى. لكن تمشي تنادي يقول لك: لذ بالرجال العارفين بربهم كالجيل والبدوي ودقلاش. يقول لك: هيا أبو التاية وحامد بعصايا زيل الحصايا وأمراض كلايا والسيد نفيسته. بعد ما كمل الرجال كلهم قلب على الخيابة، فهمت؟ ورابع العدويته ومن شعوانته والسيد نفيسته. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فإنت ربنا سبحانه وتعالى رفعك بالتوحيد وخلاك راجل بالتوحيد ما بتتذلل إلا لله سبحانه وتعالى.
الشيخ وغير الشيخ عندك واحد، لكن تخش لك في طريق يقول لك أول حاجة في آداب، لما تجي تخش الطريقة تشهد، أزول أنا كفرت بتين، يقول لك لا أول حاجة تشهد، وبعد ذاك الشيخ يخط لك أضانه يده في اضنينك وفي راسك. وطبعا ده دعاء الزوجة، أنت لما تتزوج بتخط إيدك في جنوب في راس زوجتك وتذكر الدعاء، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه. أنت تكون إنسان تمام وكذا، لما تخش الطريقة الشيخ يبقيك أنت مخنس، يقول لك الدعاء بتاع المرأة، فهمت؟ والله يد، ولا قال لك الدعاء بتاع الدابة، لأنه بعد أنت بتبقى ذاتك دابة. الشيخ أمشي مع الشيخ أمشي. يا أخي والله من أعجب ما قريت، قالوا قال في كتاب اسمه الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، طبعا السادة الأربعة ديل ما أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، لا ديل مدفونين هنا في مرح وفيهم طرق صغير، ديل قاعدين بيجاي. قال إنه يجوز، وكتاب برضه اسمه سراج السالكين، أيوة كتاب اسمه سراج السالكين، قال يجوز للحوار إنه يقعد مع أم الفقرة في سرير واحد إذا رآها كالخشبة دل. يا ناس وذود حوار، وبعدين ضارب حاجات حمراء وحاجات بمبية وحاجات صفراء، وقول لابد في الظل، لا بيشتغل عتالة، لا بيرفع حديد، حوار بس قاعد تحت وبيشوف زي الخشبة كيف يعني، بيشوفها كيف. هلا لا لا اللي هنا ده منزل الله وأطراف برا ولا حاسس شنو. المهم فإنت لما تبقى صوفي ويقول لك ما تقعد مع الشيخ، ما تقعد في حضرة الشيخ إلا أنت تكون متوضي وعلى طهارة كاملة، ولا تكفي الطهارة الترابية، يقول لك الشيخ ياخذ الطهارة الترابية دي أنا ممكن أطوف بها بالبيت، يقول لك لا الطهارة الترابية ما تقعد بالشيخ، لابد تكون طهارة مائية تمام، والتبروقة حقت الشيخ لابد تكون بعيد منها أنت، وما تقعد معاه وما تقعد مع الشيخ في سرير واحد، ولا تسر في نفسك عن الشيخ سوءا، لأن الشيخ إن جلس يعلم الما في قلبه وسوس إرهاب مرة واحد، يعني أنت بتكون خايف، عشان كده بتلقى الحوار مسكين تعبان، تلقاه من هنا مسافة بتاعت 400 متر راجع حركة خلف، أنت زول مالك خايف، بدل ما كان زول راجل عديل، راجل عديل يخلوه إنسان ذليل، وتمشي تبوس تبوس إيد الشيخ، ودي إيد عفنة جدا، إيد بتاعت نجاسة، لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون شنو نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يبوس في إيد الشيخ ويتمردغ للشيخ ويشيل نعلات الشيخ وازح من قدام الشيخ وكله هوا ساكت. ما سمعت بتاع الزريبة قال لك شنو؟ قال لك أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيحب يترفع على الصحابة وعلى أصحابه، حتى يأتي الأعرابي فيقول أيكم ابن عبد المطلب، فيقال له ذاك الرجل المتكئ الأبيض، الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قال لك أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ليه أتبعك الصغير؟ زي شنو؟ زي الشافع الصغير، أمشي هناك مش تعال تعال خش خش أمره قمره، ليه أتبعك الصغير؟ لا تميل أبدا لغير، يعني حتى هم ذاتهم بتاعنا الطرق ذاتهم بقيت سماني ما تمشي لاتجاني، لأنه قال لك من خرج من طريقتنا فإنه يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. والله مش أنت بقيت ما بقيت موحد مع اللي بيقولوا هم وهابية، لا 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 أنت سماني تبع الشيخ بقيت تجاني تبع الشيخ، يقول لك لا لا لا، ويقول لك الزول اللي بيمرق من الطريقة كأنما خرج من الإسلام. عشان كده في كتاب التجانية بتاع رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قالوا إنه زول اللي بيمرق من الطريقة التجانية بيخشى عليه سوء الخاتمة، ولابد من تجديد التوبة والاغتسال من أول جديد، وإنه شيخ يعمل لك بروتوكول طويل جدا، يغسلك ويديك بنج ويديك مسوح، فهمت؟ يا زول أنا عندي جاردي، أنا مركت من التجانية دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ فيقول لك لا تميل أبدا لغيره، كله قريب وجار، كله قريب وجار دي فيها ورطة كبيرة أوعك.
والله نصيحة لك، أخدم بغير جار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار، يعني مع الشيخ ما تتعامل مع التجار. عشان كده أنا في أهلنا هناك في كردفان بنعرف ناس بأسمائهم، فهمت؟ الشيخ بيجيب لهم الكدنكات بس والجرايات، والجماعة بيشتغلوا كذب مجان بس بيجيب لهم يأكلوا الفيتريتا، فهمت؟ ومعامل أحم ثلاثة والجماعة بيضربوا مساكين، بيقول لك يا سلام السنة دي فيها بركة. يود أولادك جبت لهم حاجة يا عمك؟ أولادك جبت لهم حاجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع شنو؟ ما يعول. يقول لك لا 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 دي فيها بركة، يضيع أولاده. عشان كده كثير من أولادهم، فهمت؟ قال لقوا الشغلة دي فارغة والناس فرتقت والشغلة دي كتمت في شيوخ الطرق. عشان كده بتلقاهم زمان ما في شيخ طريقة بيعمل له ميكروفون زي ده، لأنه الناس بيجيوا في محله، لكن هسه الشغلة مرقتهم من برا، الموية دخلت الجحر، فهمت؟ الشغلة دي بقت صعبة. بعدين السرندل اللي بيشحدوا بيه وبيجاي ده، السرندل والعربية اللي بيشحدوا بيها بيجاي دي، الشغلة دي بقت صعبة، والشغلة فيها جاز وفيها صفوف طويلة، فهمت؟ والناس دي بقت شغالة، فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد وينقصهم، وربنا قال وننبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. دي فيها خير كثير للناس، لأنه الناس دي نحن بعد شيء دايرين انهم يمشوا يشتغلوا عشان ثاني ما يضلل المسلمين، ما يضللوا. ولذلك يا اخواننا الانسان البنادي غير ربنا سبحانه وتعالى سوف يندم يوم القيامه، ويا اخواننا ما في رجعه للدنيا، والروح واحده، ولا تقبل من العبد توبه اذا غرغرت الروح بلغت الحلقوم او خرجت الشمس من مغربها. يعني انت يوم قاعد الشمس دي الساعه 7 نزلت، صليت المغرب والعشاء، بعد 12 ساعه و10 ساعات مرقت بجاي توبه ثاني ما في، او لو مرقت الروح حصلت هنا دي ثاني توبه ما في. ربنا قال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولذلك أخواننا الإنسان أغلى ما يملك هو التوحيد. أوعى تسلم قلبك وعقيد تقديه لفكي ولا أمبتاري ولا غيره، يقوم يضيع لك عقيدتك. ولو كنت بتقع في المعاصي ما يغشك، يقول لك اسمع والله انت زول بتاع معاصي ساكت، وانت يا ولد زي ما عمك البيجاي ده بينبز الناس، اخر حاجه بينبز بها الناس قال الجماعه اللي قاعدين في الحلقه ديل، قال عارفهم كلهم كانوا شماسه فراشه ساكت. الفراشه ده يا اخواننا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان احب العمل ان احب الكسب عمل الرجل كسب الرجل بيده. وإن نبي الله داود نبي من الأنبياء، ربنا ذكره في القرآن من أولي من 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 الأنبياء العظام، والذي آتاه الله سبحانه وتعالى حسن الصوت، كان بيأكل من عمل يده. قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، تجي تنبز الناس، فهمت؟ لكن يا أخواننا ما في زول داعية بتاع السوء وداعية بتاع الضلال، داير الخير للمسلمين. ولذلك أخواننا الخير عند الله سبحانه وتعالى، والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيرغب الإنسان فيما عند الله جل وعلا، ويعظم الله تبارك وتعالى، ويرفع حوائجه إلى الله جل وعلا في السجود وفي أوقات الاستجابة عند سماع الآذان وبين الآذان والإقامة وفي جوف الليل الآخر، يسأل الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يفرج عنه كرباته وينفس عنه الخطوب، وإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يسأل وما يريد وما يطلب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده خزائن كل شيء. فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى
وأن نرغب إلى الله جل وعلا. أقدم الشيخ مزمل فقيه.